إذا بدك بضل معك اليوم. شكلك تعباني. شكلي تعبانة لأنه أنا تعبانة، بس شكرا إلك. أصلا ما فيك تضل جنبي طول النهار، أنت بس خدني على المشفى وروح على شغلك. كنت حابب إني ساعدك شوي. وصلني بطريقك على المشفى، والمسا رجعني بتكون عملت واجبك وزيادة. طيب نمشي؟ نمشي. انت مين؟ وشو عم تعمل هون؟ ما بصير تفوت لهون، اطلع. ايه بس هي ما صارت منيحة. اطلع لبرا رجاء. طيب طيب رح اطلع، بس خبريها اني رح ارجع طول ما هي هون. انا رح اجي. طيب ولا تتعبي حالك على الفاضي، رح ارجع. اذا بتريد لبرا رجاء. يلا. أنا كثير تأخرت. إيه صعب تدير بالك على مريض. ما بعرف أنت شو اللي خلاك تتجوز على بكير، وهلا كمان مرضانة. اللي بالله شو لطعمة هالجوازة؟ مو معقول شو حظك قليل. يلا عن إذنكم. أجدب. انجي 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 انجي، شو صار لك؟ انا وقعت نزار. طيب طيب انت لا تتعبي حالك. انت شربان شي؟ بعد فهمتي غلط انجي، كنت بيشتي مع شغل وشربت كاسه واحده بس. نزار اسكت.